والحديث اكتر هينضم لنا دلوقتي دكتور احمد الشامي خبير النقل البحري. دكتور احمد، بدايه يعني صباح الخير، في رايك اهميه انشاء وتطوير الموانئ اللي اتكلم عنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اولا الحمد لله على انتهاء الازمه اللي احنا فيها. بنشكر كل الناس اللي ساهمت بدايه من نظر عامل لغايه الاداره السياسيه. سيادة الرئيس امبارح يعني ادى رسائل كتير صراحة، مش مجرد المعدات اللي هي مطلوبة للتطوير يعني. بص انا هسمح لك بس، وده انا قلت الزميل اللي كان بيكلمني يعني دلوقتي، قناة السويس ممر مهم جدا وبيتواكب مع التطور في مجال النقل البحري، لانه بيمر في سفن عملاقة وسفن ذات طبيعة خاصة فالحمد لله يعني عشان للمعلومة يعني ان قناة السويس بيمر فيها 100% من سفن الحاويات لغاية ان شاء الله الجيل السادس، يعني احنا حاليا الجيل الرابع زائد 13 سفينة ما بين الرابع والخامس، منهم السفينة اللي ايفر جرين اللي كانت عاملة الازمة في الفترة اللي فاتت. الجيل الرابع ده عن 18280 حاوية أو 278 حاوية. الجيل الخامس اللي هو إن شاء الله هيبتدي يظهر سنة 2022 22000 حاوية. طلع كده في الكام سنة اللي فاتت، السنتين اللي فاتت، الثلاث سنين اللي فاتت 13 سفينة عملوا أكتر من 18000 وأقل من 22، وزي ما شفنا مثلا الإيفر جرين حمولتها 20140 سفينة. فالجيل الخامس هيبقى 22000، مواصفاتها تناسب قناة السويس والعبور. الجيل السادس إن شاء الله الفترة اللي هي بعد سنة 2030 اللي هي 24000 حاوية، برضو مواصفاتها تناسب مواصفات قناة السويس. نعم. طيب. فأنت سيادتك حضرتك لما تتكلمي على مدى استيعابك من السفن، حضرتك يعني مطمنة لغاية 2030 أو 2035 لغاية ما يعلن عن الجيل اللي بعد كده وهيبقى مواصفاته شكلها ايه. طيب بس أنا بحب أطمنك يعني إن الترسانات البحرية بتصمم على مواصفة قناة السويس، يعني لما بتيجي تعمل تصميم سفينة بتراعي المواصفات الخاصة بقناة السويس. الحقيقة دكتور أحمد يعني مش أنا بس اللي مطمن، هو الشعب كله مطمن بعد اللي شهدناه في عملية تعويم السفينة الجانحة، ومش الشعب بس في الحقيقة، العالم كله اطمن من قدرة مصر على إدارة يعني حالة استثنائية زي دي. إدارة الأزمة على نعم. فكرة الأزمة دي كانت معقدة جدا. طيب وشان ده تحديدا وحضرتك خبير في النقل البحري، عايز اسال حضرتك على حاجه كانت مهمه جدا يعني امبارح شفناها في كل وسائل الاعلام العالميه، كانت بتتكلم عن ان ما حصل وتعويم ايفر جيفن وصف بانه يعني حاجه تاريخيه في تاريخ او عمليه انقاذ تاريخيه في تاريخ الملاحه البحريه، مصر نجحت في انقاذها وهتكون حاجه هتدرس في السنين القادمه، اهميه ده كمان. بصي انت عارفه الامر كانت خطورته ايه؟ حضرتك لما تيجي بتعملي التكريك مثلا اللي هو ال 30000 متر مكعب اللي انت كركتيه تحت المقدم بتاع السفينه، ده كان بايت على صخر والاول كسروا الصخر وابتدوا يسحبوا الرمال من تحتيها لغايه ما وصلوا لعمق مناسب. انت متخيله الجزء اللي هي بايت عليه السفينه دي اما بتعملي خلخله للميه وبتسحبي الرمله، لو في خطا وحصل عدم اتزان ان المركب دي بمنتهى السهوله كانت ممكن يتقلب على جنبه. تخيلي بقى لو هذا العملاق لقيتيه فجأة راح مقلوب على جنبه بكمية البضاعة اللي جنبه دي. فكان في حسابات ودقة وأداء دقيق جدا جدا جدا
وبمراعاة يعني قال لك حفاظ على السفينة وحفاظ على البضاعة وحفاظ على المجرى وحفاظ على أرواح السفن اللي حواليكي اللي هي بتساهم في عملية الإنقاذ. عارفين بتتحط قطرة الدفع في أي مكان في أي نقطة، عشان في نفس الوقت اللي هي بتخلخل الماء من تحتيها لازم يبقى في درجة دفع معينة عشان تحافظ على الاتزان بتاع السفينة كويس. فيعني كون إن هم يدرسوا في 48 ساعة الأولانيين الموقف ويبتدوا يحددوا بالحسابات الهندسية الدقيقة جدا الاحتياج وتبتدي تعملي الأداء، خد بالك الأداء النظري أما بتيجي بتطبقيه عملي، نعم دي عايز حرفية كبيرة جدا للتطبيق يعني. طيب فاللي احنا شفناه ايه الحمد لله، طيب دكتور نجاح أحمد، تام لعملية الإنقاذ. طيب دكتور أحمد، وهو في الحقيقة نجاح تام لعملية الإنقاذ، مش هننسى اكيد ومحدش هينسى ان هذا النجاح التام كانت يعني ربما تكون ازمه غير مسبوقه في مصر، ولكن يعني كل القطاع والهيئه في الحقيقه كانت على اتم الاستعداد والجهوزيه للتعامل مع الازمه دي من غير كمان الاحتياج لخبرات يعني اجنبيه. مصر نجحت في تحرير وتعويم ايفر جيفن وتسطير التاريخ البحري الملاحي بهذا النجاح وعمليه انقاذ وتعويم ايفر جيفن بخبرات مصريه، ايه اهميه ده كمان؟ 100% هو الاستعانه بالاجانب بوسكالس. طبعا بوسكالس دي شركه ضخمه جدا، اكبر من اكبر شركات الانقاذ في العالم، وخد بالك مش كل العالم عنده القدره على الانقاذ في الحوادث البحريه. ليه؟ لان هي الخبرات الحمد لله ممكن تكون متساويه، بس الامكانيات احنا ما عندناش الامكانيات القطرتين اللي جت من هولندا. عشان كده سياده الرئيس قال لك لو احنا محتاجين معدات ذات امكانيات اعلى نجيب. دي الرساله اللي هو وضحها سياده الرئيس في الحديث السابق لكلامي على طول. نعم كويس. اللي انت لو محتاجه أطراد بقوة دفع أكبر اعملي، لو أنت محتاجة كراكات بسرعة أداء وكمية أكبر هاتي، لو أنت محتاجة خاطرات للشد بقوة قطر أكتر هاتي كويس. فأنت بتتكلمي في غياب بعض المعدات الحديثة اللي ذات الحمولات الأكبر اللي تواكب هذه النوعية من السفن. نسيت الرئيس قال لك لو احتاجته فورا نفذه. نعم. ليه؟ لابد ان تواكبي كل التطورات اللي في العالم حواليك. حتى لو بتتكلمي لمواجهة ظرف استثنائي، حضرتك بتقولي استثنائي في مصر، لا هو الحادثة دي استثنائية في العالم وليس في مصر، لأن مفيش سابقة بتقول ان في مركب بهذا الحجم يبقى شاحط من المقدم ومن المؤخر. يعني دي مش مسبوقة على حسب، انا عمري ما سمعتها قبل كده ان يبقى مركب بطول 400 متر المقدمة شحطة والمؤخرة شحطة، الشحط بتاع المقدمة على منطقة صخرية، الشحط بتاع المؤخرة على منطقة رملية. دي غير مسبوقة تماما تماما، بمعنى تماما. استحضرت مركب في 2013 في اسبانيا وكانت عمرها شهور، كانت مركب ركاب قربت من ناحيه الشط، ما اعرفش الناس متذكره ولا لا، المركب اتقلب. فيعني ان هي تبقى شحطه بهذا الشكل صدقيني يعني فعلا غير مسبوق على مستوى العالم، مش بس على مستوى مصر يعني. اللي انا عايز اقوله بقى، الرسائل بتاعت الرئيس امبارح ليها معاني كتيره جدا. وبرضه بحب اكرر ان الرئيس كان من البدايه من قبل الترشح كانت له رؤيه لهذا الدوله، ان لابد اللي انت يعني تتقدمي وتتقدمي بسرعه لانك متاخره.
لابد اللي انت تسعي الى تنميه الموارد. وده اللي في الحقيقه النهارده بنشوفه على كل الاصعده والمجالات، يعني مصر بتنهض في كل المجالات تحت هذه القياده السياسيه الرشيده. وزي ما حضرتك ذكرت في الحديثه التي تحدثت عنها من قليل عن السفينه الاسبانيه، ولكن في الوقت اللي العالم كله وخبراء كتر كانوا بيراهنوا ان ايفر جرين هيتم تعويمها خلال اشهر، مصر برهنت انها قادره على صنع المستحيل في 7 ايام بس. دكتور احمد الشامي خبير النقل البحري، بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، وكنت معي مباشره عبر الهاتف.